منظر جميل ومهيب للنباتات البرية العراقية اللي افتقدناها طوال فترة 3 سنوات أو 4 سنوات من الجفاف. سبحان الله، شوف هاي القاع شلون اخضرت وامتلأت بالنباتات الطبيعية، من خباز إلى سلق بري إلى عوسج. سبحان الله، إلى أقحوانيات. هاي أبر مال دعلج، هاي وحدة، هاي هم وحدة أشوف هنا نافضهن. هنتمشى شوية. ما شاء الله، شوف الأرض شلون اخضرت. هاي الخباز التولة، هاي نبتة العوسج أيضا مخضرة، أيضا الكلغان هنا هم دي يطلع، شوك الجمل الكلغان. شوف هاي البقعة الجميلة، نبتة الخباز أو التولة، ما شاء الله، هاي كلها نتيجة أمطار الخير اللي نزلت على العراق هذه السنة بعد حرمان طويل. الأرض تستعيد عافيتها. وهنا بهاي البقعة نبات السلق البري أو السليق بالداخل مع نبتة الخباز. وهذه الأقحوانيات الجميلة، شوفوا أيضا منظر جميل. سبحان الله، يعني افتقدناه لفترة وهسه ما شاء الله طلع من جديد. الله يديم الخير والنعمة على هذا البلد. سبحان الله، يعني هاي بالصيف كانت أرض جرداء صفرة، يعني ما تتوقع أنه تظهر بيها هيك نوع من النباتات. هاي نبتة العوسج، شوف هنا سبحان الله بها ثمر حتى مو بوقتها. سبحان الله، وهاي حشرة الدعسقة، هاي حشرة مفيدة، يعني تاكل الفطريات اللي بالزرع، تتغذى على علمان، يعني حشرة مفيدة جدا. اشوفوها ما شاء الله جتي ويا المطر. ما شاء الله سروح الفراش والنحل. سبحان الله، شوف هاي الفراشة، بس خل تبقى شوية ثابتة.
نصورها. هذا الكلغان سبحان الله، هاي بدايته. شلون خلطة هناك، حوانيات على كلغان، على سليق، على خباز. هنا نبات الرقمة، هذا الأزرق هم بدأ يطلع ما شاء الله. كثير من النباتات الطبيعية الجميلة، وأيضا هي تعتبر ثروة وطنية، يعني هذني كلهم تقدر تستفيد منهن. تحياتي لكم أصدقائي، يعني حبيت أخذكم وياي بجولة إن شاء الله تكون ممتعة.